قال ما حكم المصافحة؟ قال لأنه بعض الناس بيقول الحديث ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث المصافحة، مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه، والأجنبية ما إلا خواجية، أجنبية دي ما إلا خواجية، سودانية ذات أجنبية، والله بنت الجيران وغيره وكذا وبنت عمك وبنت خالك، اللي بيجوز لك تتزوجها دي أجنبية، وكان مقعد عمره 80 سنة مش مرة، أي بيجوز لك تتزوجها، أي ما تصافحة، والله الذي لا إله غيره. ولك يا مولانا القواعد من النساء، القواعد من النساء بيرثا ولا ما بيرثا؟ بيرثا، يبقى ده حكم شرعي بيعملنه. القواعد من النساء بصلن ولا ما بصلن؟ بيصلن، حكم من الشريعة بيعملنه. القواعد من النساء الأصل، الأحكام اللي ترتبت علينا الخاصة من ضمنها، والآية دي نزلت فيها موضوع الثياب، موضوع الثياب واللبس مش المصافحة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها لا والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له غير أنه كان يبايعهن بالكلام، يبايعهن بالكلام، البيعة بالكلام، لكن مصافحة ما في. قاموا قالوا واحدين قالوا المس ده المقصود به غير المس المقصود به غير المصافحة المقصود به كالجماع إلى آخره. لا لا، قال لك هي عائشة رضي الله عنها قالت لا والله في البخاري ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. كذا يكون المس الجماع ولا دي اليد دي واحد. اثنين قالوا والله الكلام ده خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. لا ما خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. الدليل شنو؟ الدليل الله قال لقد كان لكم في رسول الله شنو؟ أسوة حسنة. دي خليها. دليل آخر في ذكره الطبراني، ده الحديث خرج الطبراني صاحب المعاجم، والبيهقي صاحب السنن، والذهبي كما في كتاب الكبائر وفي مختصر الكبائر، وهو في صحيح الجامع للألباني من رواية معقل ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. ده خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال لك لا يطعن في رأس أحدكم، إنتوا ذاته، ده خطاب للناس للصحابة ولغيرهم ولمن بعدهم من الأمة، قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول لك يا مولانا المقصود المس ده ما المقصود به والجماع، جماع أي طيب لو هبشتها في كتفه كيف؟ في رقبتها كيف؟ ده مس ولا ما مس؟ حلال؟ لك والله الرقبة دي ما تصله والكتف ما تصله، أها واليد كيف؟ واليد دي برا ولا جنديز بير وده ما يتابع على الجسم برضو؟ اليد ده أنا داير أعرف كيف، وماسك يده كيف يا سوسو أهلا حمودي، وماسك اليد وكيف الجو؟ الجو مسخن، ما تفك يده، أنت بتتكلم بيدك ولا بخشمك؟ ما تفك يده والله الذي لا إله غيره، ويتونسوا بجاي ومسك بغادي وكلام طويل، وديل سيبقوا في المصاب وديل بتضاربوا ساعة يا أخي والله تخاف يقعوا من الكبري شغالين يتضاربوا. وبعدين يا أخي النساء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بميلنا على الجدار والله حتى يلتصق الثوب بالجدار، هسي نحن بقينا نلتصق نحن على الجدار، الله يحلنا نحن والله جايين في الطريق البيت جاية ماشية ما تعرف دي كابتن ماجد ولا بسام، وانا لاف انا خاشي بجنبه والله حيرونا ذاته بقينا زي الغنم نتلصق نحن وذو الموضوع طويل جدا، ويحيروك واقفين في الشارع والدافر ممكن تديك ضربه في المواصلات ترميك هناك ذاته، ده ذاته تتزوج منهم كيف الموضوع ده طويل جدا. طيب فلذلك انا عشان ابقى معاك واضح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل. بعدين المس ده مش عام، تقول الجماع وغيره ده عرفناه، ها أو الزنا عرفناه، طيب المصافحة دي اللمس ده ما مس؟
اللمس ده مس ولا ما مس؟ مس يا أخ، ده ما داخل فيه. فالموضوع ده لذلك عشان كذي في مختصر الكبائر قال فليتق الله أقوام يقولون إنما الأعمال بالنيات. قولوا والله نيتنا صافية نحن. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر الناس نية وسريرة، ومع هذا يقول إني لا أصافح النساء، يدي لا تمس يد النساء. ده في المختصر، راجع الإسناد بعدين. طيب.